السلام عليكم. اليوم من ضمن السلسله ديال الحلويات ديال العيد احنا جبنا لكم اليوم واحد ديليس الاورانج. هاد ديليس الاورانج المكونات ديالها 80 غرام ديال السكر كلاصي، 80 غرام ديال لاموندون بودر، 10 غرام ديال لافارين، جوج ديال البلوندوف، واحد شويه ديال لي زيست ديال الاورانج، واحد شويه ديال الصباغه اورانج، واحد شويه ديال لورانج اللي تيكون مصاوب كونفي مقطوع صغير، شويه ديال السكر كلاصي. هادو الفينال ماشي دابا حتى تنخدموا لا بوليسيون بور لا فينيسيون. بالنسبه لهاد لاموندو بودر ماشي ضروري ديروا اموندو بودر، هذا تقدروا ديروا لوز بقشرو وطحنوه وفوالا تخدموا به، اولا ديروا لاموندو بودر صوبو في الدار في سخوخ اللي تنشف وطحنوه. فيما يخص حنا بينا ندير هاد ديليس الاورانج، تقدروا نتوما ديروها بالسيترون، حيدوا هذا السيترون، ديروا لي زيست ديال السيترون، ما ديروش هذا الاورانج، وديروا الصباغه شويه الصباغه صفراء. اوكي، البلوندوف اليوم جوج ديال المهد البيض تيعبروا واحد 66 غرام، ما نديروش معاهم السكر، غادي نديروا البلوندوف بوحدو، وغادي نديروا معاه شويه ديال الصباغه، ما تكثروهاش بزاف. هاد الاورانج غندير غير شويه بالراس ديال الموس باش يعطينا اللون، غير باش يعطينا داك اللون اورانج. فوالا نلوحو معاه باش يتخلط ليا مزيان. وهذا ما كندير كيما قلت لكم، ما كنديرش معاه السكر، خصو غير يطلع صافي ونخلطو لاباري. اول بلوندوف ديالنا طلع ميم با واحد 3 مينوت هو طلع. عندنا لافارين مع السكر، هما عندنا هاد لي زامون ديالنا مع السكر مع لافارين. ديما كنطاميزيو باش ميبقوش لنا هاد لي غران هادي يتحلو، باش ينسجمو لينا. هاد لي بوس دورونج لي درنا هما كلحوهم تا هما باش يتخلطو لينا مع الحشوة ديالنا مع هاد الخليط ديالنا. فوالا هاكا مادام كيبينو موجودين، بسم الله. شو دابا ملي درت مع الصباغ هاد الكولور اورانجون تطلق معايا مزيان هاكا. فوالا باش يبان لينا اللون ديال لورونج. هادي الصباغه ديروها معها بحال المكارون. فوالا صافي، غير اون فوا كينسجم صافي، غير ما تبقاوش تخلطو بزاف طيحوه بزاف. فوالا هادي كومونسيون دريسو، درنا واحد الدويه صافي. انا ديما الا لاحظتو راه الدويه ديما هي باش كنخدم، ماشي كل مره نقول لكم مره نمره 4 نمره 7، دوية وحدة كنخدمو بها كلشي. هي كنخدمو بها بزاف ديال الوصفات. فوالا باش ميعادي يعتبكم البوش ديما ديرو شي غراف، حطو عليه البوش ديالكم على هكا، وكبو الحشوة ديالكم من هنا لاباري ديالكم، هي راه مكتكونش فيها بزاف، ومن الأحسن هاد لاباري متكتروهاش بزاف. الا بغيتي ديرو منو زيت يعني دوبلوها، ما تفوتوش الدوبلج ديالها، الدوبلج ديالها باش ما طيحش ليكم، وعاودوها عاوتاني لها لان في الاخر ديال الدريسه تقدر تطيح ليهم. طيب ديما خلوها هكا، ديرو غراف حطو فيه كلشي، خدمو على راحتكم. فوالا هنا الدريساج كندريسوها شويه غليظه بحال هكا. فوالا وهاد السكر كلاصي هو اللي كندردرو عليها من الفوق، كندير عليهم هاد لي كورس دورونج مقطعين من الفوق، حيت مع هاد لي كورس دورونج انا عندي صغار كندير جوج حبات جوج مرصوات. وانتم ديك الساعات الا عندكم قطعوا ولا قطعوا كبير شويه. هنايا خديت شويه ديال السكر كلاصي غادي ندردرو عليهم من الفوق. صافي هما دابا صافي، غادي ندخلهم للفران هكا. على شحال الفران؟ نديرو 160 وراه دغيا تيصيبو، راه ما تيتعطلوش. الا تعطلو كيقصحو تقريبا 10 دقائق. واحد 10 دقائق يبان لكم شدو راسكم بعد ما دوزو
10 دقائق في الفران. ها هما خرجوا فوالا، انتما تيتهزوا ما تيكون في خفاف هكا صافي كندرسوهم. الا خليهم دابا ما بقيتوهمش نخليهم يبردوا. الا زادت فيهم الطياب راه كيبسوا. لا الا زدت لهم حتى يبسوا ما تبقاو رطبين وفيهم لوكو زوين وما تتقاموش غاليين. بصحه وراحه. يلا بصحه وراحه. كيريس اورانج ها هي في البلاك فينال، مذاق روعه ديال الليمون ديال البرتقال. غادي تزين المائدة ديالكم دالعيد والأعياد الناجية إن شاء الله. عواشر مباركة بالصحة والسلامة، وما تمنيتو إن شاء الله الرحمن الرحيم. يلا بالصحة والراحة.